أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم باسم ناصر المستضعفين ومهلك المستكبرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته سفينة النجاة واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال العلي القدير في محكم كتابه المجيد: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. إخوتنا وأخواتنا في الله، يا عوائل الأحبة الأسرى والمطلوبين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نجتمع معكم اليوم لنؤكد على دعمنا وتضامننا مع شموع الوطن المقيدة، صفوة الشباب والحرائر الرازحين في السجون والمطاردين في أنحاء البحرين الحبيبة. فهؤلاء أمانة في أعناقنا جميعا، أمانة يجب أن نتحمل مسؤوليتها ونكون قولا وفعلا بحجم هذه المسؤولية الجسيمة. فلا مجال للتراخي في دعم هؤلاء الشرفاء وعوائلهم الكريمة، ولا مجال في التفريط في حقوقهم علينا. وعلى المجتمع دور هام ومحوري في احتضان المطلوبين والأسرى وتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب لهؤلاء المضحين لأجلنا جميعا. ختاما، يا أهلنا الأحبة، يا عوائل المطلوبين والأسرى، اعلموا إنكم إن كنتم تألمون بما نزل بكم من بلاء ومحن فإن العدو الخليفي يتجرع كؤوسا من الألم إزاء صبركم وصمودكم في الساحات. وفي حين أنكم ترجون من الله الصبر والنصر والسؤدد والفرج القريب، فإن عدوكم لا يرجو سوى الخزي والعار في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. هذه هي المعادلة القرآنية: فاصبروا وصابروا ورابطوا، وما النصر إلا من عند الله. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لهم ولنا قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، 14 من يوليو تموز 2013، البحرين المحتله.